تساوي في المشفى الميداني. أعداد كبيرة من المصابين في المشفى الميداني نتيجة التسمم بالغازات. الأعراض التي تظهر على المرضى: تخبط بالحدقات، ضيق نفس. احتلاجات شديدة ومعمى بتفرقة أنهاء الجسم بالأطراف. في شهداء سيلان أنف لعاب. لهلا أكثر من 10 شهداء بهذا المركز اللي صار في الهلا. المصابين أغلب الحالات شديدة لهلا، الحالات المتوسطة والخفيفة عم نبعثها على مركز ثاني بعد إعطاء العلاج الأولي. علاجنا هو فقط مقتصر على الأتروبين وإسعاف مصابات بالأكسجين المباشر. الإمكانيات ما بتسمح على أكثر من هيك. عم نسحب عينات دم وعينات بول وملابس من المصابين لتكون كأدلة. لا إله إلا الله.